أهلا بيكو في المحاضرة أو الفيديو السابع في محاضرة Lecturing as an Instructional Tool. في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن كذا حاجة ليها علاقة بالLecturing وازاي تجهز وازاي تجهز نفسك وبعدين ازاي تبتدي المحاضرة، وكلمنا عن اللعبة بتاعت التابرز and listeners. والفيديو اللي فات ده على طول اتكلمنا عن أهمية الإنصات علشان تحسن قدرتك على التواصل مع الناس اللي انت هتتكلم معها. النهاردة او في الفيديو ده هنتكلم على الكلاريفيكيشن، ازاي توضح المعلومة اللي انت عايز توصلها لزمايلك، سوري، للناس اللي انت بتتكلم معاهم. الحقيقة في كذا حاجة. اولا طبعا المفروض بشكل منطقي بنقول والله ايه use their language. طبعا هنا استخدام اللغة ممكن ناخده بالمعنى الحرفي، وان انت المفروض لو بتكلم مع ناس لغتهم عربية تكلم عربي، لغتهم انجليزية تكلم انجليزي، لغتهم هندي ما بتعرفش هندي بقى ما تتكلمش. المعنى الحرفي ده اكيد موجود. يجي بعد كده اللغة، مش بس انا بتكلم، انا دلوقتي بتكلم معك بالعربي، يمكن أنا هنا حاطط صورة الطفل علشان نفتكرها. النهاردة لما بتيجي أنت تتكلم مع طفل بتتكلم معاه زي ما أنا بتكلم معاه كده، ولا تلاقي نفسك عادة بتتكلم ببطء وبتتكلم بتستخدم مرادفات بسيطة، كلمات قصيرة وبسيطة بحيث الطفل يقدر يستخدمها؟ هو ده اللي انا اقصده بقى المعنى الاكبر ورا using their language، استخدام اللغه بتاعته، ان انت تتكلم بالطريقه اللي الناس تفهمها. يمكن انا بتحضرني قصه، اول ما خلصت الدكتوراه ورجعت وابتديت اشتغل في احدى الجامعات، كان في زميل ليا برضو مصري لكنه عايش اغلب حياته في امريكا، يمكن مخلص المدرسه السنه في امريكا وخد برضو البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من نفس الجامعة، وأنا كنت اتعرفت عليه في الجامعة وأنا بعمل الدكتوراه. هو بالتالي لغوياته ممتازة، أوكي، وفعلا لغته جميلة جدا، وفي العربي هو رائع، والحمد لله الإنجليزي بتاعه مش بطل، يعني بيعرف يتكلم بشكل مش بطل باللغة الإنجليزية. المهم لما رجعت واشتغلت أنا في الجامعة دي بعد كام شهر لقيت زميلي ده بعت لي بيقول لي انا عايز انزل مصر وعايز اشتغل وكده، فعرضت عليه انه يجي الجامعه. المهم جه نفس الجامعه اللي انا كنت بشتغل فيها، فكنا لان الجامعه كانت لسه بتبتدي كنا تقريبا بندرس لنفس الطلبه في نفس الوقت بنفس الترم. كانت من سياسه الجامعه ان المحاضره تبقى باللغه الانجليزيه، فانا كنت بتكلم بالانجليزي وهو كان بيتكلم بالانجليزي. في اخر الترم تيجي التقييم بتاع الطلبة للمحاضر والمحاضرة. من جزء من التقييم كان اللغويات بتاعة الأستاذ. فوجئنا إن الولاد شايفين إن أنا بتكلم إنجليزي أحسن من زميلي ده اللي هو متربي طول عمره هناك. الحقيقة لما رجعنا قعدت أنا وهو راجع الكلام ده، والكلام ده حصل في ترمين ورا بعض يمكن أو أكتر. رجعت له. إيه اللي بيحصل؟ في حاجة غلط. وبعدين وصلنا لاستنتاج، هو بيتكلم انجليزي على اصله. هو اكشوالي لما كنت انا وهو نقعد كده نورتون مع بعض بالانجليزي، نقعد نتكلم انجليزي مع بعض، كان ساعات اقول له ايه تقصد، ايه يعني، ايه الكلمه دي، يقوم شرحها لي. اوكي، فبالتالي هو كان بيتكلم مع الطلبه بنفس الاسلوب، كان بيتكلم معاهم انجليزي صح، كان بيستخدم المرادفات الاصح في عرض المعلومه باللغه الانجليزيه. لكن انا كنت بتكلم انجليزي مش وحش، كنت بستخدم المرادفات اللي انا وهم عارفينها من الجامعه في مصر والولاد مصريين، وانا تعلمت مدارس لغات، بس انا كنت بتعلم الكلام ده برضه في مصر، فبالتالي كان في غالب في المرادفات وغالب في اسلوب العرض، انا كنت قريب منهم اكتر وبالتالي كنت باخد سكور اعلى منه. هنا النتيجه ايه؟ النتيجه ان انت لازم تاخد بالك الناس اللي انت بتتكلم معاهم ايه اللغه بتاعتهم. اوكي، ما تحاولش ان انت تستخدم بس اللي هو صح وغلط، وانما حاول تستخدم الاقرب لعقول المستمعين، الاقرب لاذان المستمعين، علشان ما تبقاش بتتكلم في وادي وهم في وادي تاني.
من ضمن الحاجات برضو المهمة قوي في موضوع البرزنتيشنز وفي المحاضرات، ان انت اذا امكن استخدم قصة. ان كان لسه كنت بستخدم معاكم قصة من واقع حياتي، في قصص ممكن ما تكونش انت عشتها بس سمعتها وليها دلالة في الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، استخدمها. احنا ربنا خلقنا لما بنسمع قصة خيالنا بيتحرك، خيالنا بيتحرك في كل اتجاهات. انت بتسمع قصة من واحد بيتكلم، لكن بتبتدي تتخيل الشخصيات، بتبتدي تتخيل الاماكن، بتبتدي تتخيل الصوت بتاع الناس اللي بتتكلم. كل ده الخيال اللي بيوسع ده، كل ده بيساعد على تثبيت المعلومة. فالنهاردة لما انت بتحكي قصة ممكن تساعد في توصيل المعلومة، انت بتساعد الناس على انها تستوعب اكتر، وان هي المعلومة تقعد معاها لفترة اطول وفايدة اكبر. بعد كده حاول تبقى دقيق، وهنا مش حاول، انت يعني جاهد ان انت تبقى دقيق. كتير من كلامنا ممكن يتفهم على اكتر من معنى، ودي خطورة عالية جدا لما تكون بتتكلم مع ناس بتسمع لك في موضوع هي ما تعرفش فيه حاجة، فبيسمعوا الكلام بتاعك وبيعتبروا هو ده الصح، هو ده الكلام، بس مش حاجة تانية، مفيش حاجة تانية يقارنوا بيها. فانت اذا ما كانش كلامك واضح او يقبل التفسير على اكتر من معنى، اللي هيحصل ان الناس ممكن تختلف وممكن ما توصلهاش المعلومة بالشكل الواضح. دايما حاول تختار الكلمات اللي معناها ادق ما يمكن. مش هتنجح كل مره، مش تقدر تعمل الكلام ده على طول، بس انت دايما جاهد في ان انت تحسن درجه الدقه في الكلام اللي بتقوله، في الحاجات اللي بتعرضها، علشان الناس لما تسمع منك المعلومه توصل لها باوضح شكل ممكن. بعد ما البريسيجن، حافظ على السمبليسيتي. simplicity يمكن من الحاجات اللي المفروض ان مش محتاج اتكلم فيها، لان في الاصل انت عشان تدي محاضره للناس لازم تبسطها بالشكل اللي يتناسب معاهم وان هم يقدروا يفهموها، مش محتاج ان انا اتكلم فيها كتير. لكن الحقيقه انا هنا بقول simplicity علشان جانبين. اولا تذكره، افكرك ان انت تستخدم الحاجات البسيطه اللي تتناسب مع الناس اللي انت بتتكلم معاها. بس الحاجه الثانيه الجانب الاخر، الاوفر simplification، لو حاولت تبسط المعلومه اكتر من اللازم، اللي بيحصل ان انت كده ممكن تستفز الانسان اللي قدامك، ممكن يعتبرك بتستهين بيه، بتستقل بيه. حد يقولك ايه يا عم انت فاكرنا ما بنعرفش نقرا ونكتب، ما احنا عارفين الكلام ده كويس. خلي بالك من الحته دي قوي، انت لو استفزته حتى لو ما ردش عليك وقال لك كلام زي ده، مجرد ان انت حسسته ان هو ممكن يكون مش فاهم، ممكن يتضايق، ولو اتضايق قفلنا خالص او قفلنا جزئيا العلاقه اللي قدرنا اللي قاعدين بنخلق فيها وبنطور فيها ونحافظ عليها طول الفتره اللي فاتت. لا، احنا عايزين نحافظ على الصله كويسه، عايزين العقل بتاع المستمع ليك او المتعلم اللي جاي يسمع لك ان تفضل دايما عقله متفتح للانصات ليك ومستعد انه يتقبل منك، ما تخلقش بينك وبينه حاجات ممكن توقف الصله. في الفيديو ده احنا عرضنا بعض النصايح اللي تحاول تلتزم بيها في اثناء عرضك للمحاضره. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على بعض الوسائل اللي ممكن تحافظ على اتصالك مع الناس اللي انت بتتكلم معاها. الموضوع ده طبعا بقى موضوع المينتنس بتاع المحاضره، وانت شغال تعمل ايه. ارجو ان احنا في الفيديو ده تكون بالنسبه لنا الفكره كانت واضحه، فكره الكلاريفيكيشن، استخدم اللغويات اللي تتناسب مع الناس، تتناسب مع طريقه تعليمهم ومع خلفيتهم. حاول ان انت تبسط المعلومه بشكل بقدر الامكان، استخدم القصص، وما تنساش ان انت تبقى بريسايس في المعلومات اللي انت بتقولها، تبقى دقيق، تبقى محدد، علشان الناس ما تفهمش كلامك في بمعاني اخرى قد لا تكون تعنيها انت بالمره. اشوفكم المره الجايه عشان نتكلم على how to stay connected جوه المحاضره ان شاء الله.